ما يطلب منا في حماس لإنجاح هذه الندوة سنقدم وسنبذل حرصا منا على تجاوز الخلاف، وحرصا منا أيضا على إعطاء الزخم، كل الزخم للدور الجزائري. الجزائر في هذه المرحلة باتت تمثل موقع متقدم لاحتضان القضية والدفاع عنها. وإحنا بنثق في الجزائر بأنه راح تنجح هذا البلد، لأنه الجزائر لم ولن تكون أبدا يعني طرفا في النزاع الفلسطيني، لن تكون طرفا في النزاع الفلسطيني. هذه ثقتنا فيها، وهذه هي حقيقة ثقتنا بالدبلوماسية الجزائرية إنها راح تنجح إن شاء الله هذا الحوار. في الوقت الذي هرول به العرب وطعنوا فلسطين بخنجر مسموم في ظهرها، جاءت الجزائر لتقول لا للتطبيع ولا للهرولة نحو شطب الحقوق لشعب فلسطين، فأعلنت وقوفها ودعمها الذي لم يتوقف أصلا، يعني منذ انطلاق الثورة الفلسطينية إلى الآن لم يتوقف الدعم للجزائر لشعب فلسطين.